لاكتو دو 24 اور مع عبير السردودي. تفضل. كالعاده يا رامي باش نبداو بالاخبار المزيانه وخاصه كيف يكون عندنا روعه. والله راهو شيء يعمل كيف روعه ليلي يا سيدي. مره اخرى جبت لنا ذهب ومره اخرى، اما المره هذه في مسابقه رمي القرص. المنافسه يا رامي كانت بين روعه ليلي وصاحبه الرقم القياسي العالمي المغربيه يسرى كريم، وراهو للمره الثالثه يعني كان فما تسابق وتلاحق بينها هي وروعة. المغربية تجيب هي يعني الرقم القياسي، ترجع روعة، وفي الاخر يعني روعة هي اللي كملت وكسرت الرقم القياسي هذا. برافو الروعة اللي حطمت الرقم القياسي هذا. كيف ما قلنا فما فيديو دار برشا يا رامي، وهو فرحة واحتفال روعة بالذهب مع البطل العالمي محمد فرحات شيدة اللي هو كان توج البارح يعني بالفضية في سباق 400 متر فئة تي 38. دونك الفيديو هذا دار برشا، خاصة الاحتفال كيفاش كانت روعة ومحمد. ومرة أخرى نحب نقول مبروك الرابعة. مبروك الروعة. خلينا نكمل. أيتي برافو. مو أنا خذيتوني كيكة وأنا داخل. ومش كان روعة نقوله زادة برافو رؤي الجبابلي اللي تحصل مش لؤي اللي تحصل على الميدالية الفضية زادة ضمن التأهل لنهائي 400 متر وحقق أفضل رقم قياسي في مسيرته. وبربي قبل ما يعلقوا الأولاد رامي على الإنجازات هذه نحب نشكر برشا بايرم كنيسي صديقنا اللي بالحق يخدم في خدمة كبيرة، لأنه الوحيد اللي نلقاه قبل ما تهبط يعني الجامعة أو الوزارة تلقى في صفحته في البروفيل متاعه على الفيسبوك كل المعلومات والإنجازات اللي تلقاها راهو 24 يعني لما تاتا صباح كل ما فما إنجاز وفما شكون يلعب خسر ربح المعلومات والكواليس الكل تلقاها عنده. دونك شكرا بايرم على مساعدتك وعلى كل المعلومات اللي نلقاها عندك. شكرا زاد الروعة والأبطال بتاعنا الكل اللي جابوا الميدالية. صابرة هو بالحق ساعة قبل كل شيء برافو روعة محليك قديكش روعة فرحت التوانسة الكل. طبعناك الحقيقة وشفنا الإنجازات متاعك. محليهم هما اصلا مع بعضهم قديش يفرحوا لبعضهم قديش معناه شفنا مشاهد اللي بالحق مؤثره جدا. ان شاء الله يا ربي كما قلنا البارح وديما نعاودوها لفته لهم هما على خاطر بالحق مفرحين. راهو نحكيو ما عادش على دي ميداي، ولينا نحكيو على تحطيم ارقام قياسيه اللي هي حاجه تشرف برشا تونس. رانا لعبنا مع بلدان متقدمه علينا برشا حتى من ناحيه الامكانيات، بلدان قاعدين يقدموا وفي برشا فلوس لهم هما الأبطالهم. نحن إن شاء الله يا ربي معناها مشرفين لحد اللحظة هذه برشا دي ميداي. حاجة أخرى إن شاء الله يكون فما معناها استقبال يكون على قد الفرحة اللي قدموها لنا، على قد الشيء والخدمة اللي خدموها بالكدي. مفرحينا محليهم وإن شاء الله ربي يفرحهم. افكتيف ماضية هم حاجة قول لي برامون سكروها طوكيو مروحين. اكتساح بالرسمي محليها كي مع أنه يعني ما همش ماخذين حقهم كم يلفو عرفتك. الفرحة تحسها ماهيش قاعدة تدور وذاك علاش ميرسي عبير خاطر زي ما تحكينا على الفازات هذوما. يعني دو ميداي دور ابار لي ميداي الاخرين روعة كهو وتحطم ارقام قياسية كيف ما قالت صابرة. يلعبوا راهم على الانجليز والاستراليين الامريكان، الناس هذي قاعدة تحط في مليارات على الرياضيين نتاعهم. دونك ان شاء الله ياخذوا حقهم في تونس، ان شاء الله ينفستيو فيهم يستثمروا فيهم باش الناس هذيا ما تخلطش الحالات كيف شفنا رياضيين اخرين يفدوا من بلادهم وتيقروا واللي يحبوا يخرجوا ما عادش يحبوا يعملوا رياضه. يعيشوا حياتهم بالرسمي ابطال ماديا ومعنويا وماخذين حقهم والدوله ديما تقف معهم. واهم حاجه بيان سور كما قلنا اللي كيجيو يلقاو استقبال في قيمه اللي عملوه الكل والانجازات الكبيره اللي انزوها. يلا عبيري الخبر اللي بعده. الانجازات هذه باش نمشيو الفيديو دار برشا على لي ريزو سوسيو البارح، وهو عركه بين ولاد ودرابر اللي هما موكي وكعبي اللي العباد اللي تعرفهم اللي مغرومه بهم. الفيديو دارت برشا يا رامي وتلام برشا على رابر هذوما كي باش نشوفوا في الفيديو اللي هما معروفين يعني يظهر اللي هما يضربوا في طفل يعتديوا عليه كما في الفيديو. اما موكا وكعبي كانوا هبطوا فيديوهات وفسروا اللي صار واكدوا انه الوليد هذا هو اللي بدا وهما كانوا يعني معاه برشا وقالوا انه اللي صار هو دفاع على النفس في النصر. ولموا الناس اللي هبطت الفيديو خاطر حسب كلامهم هما ماهوش كامل وخرجوه من السياق نتاعو وخرجوا هما الغالطين. وزادوا فسروا وقالوا يعني راي الحكايه بدات بسبب خلاف بين صديقهم وصديقته. لكن السيد هذا دخل وقالوا كان عنده حديد وكان عنده كري
الكراسي. سمعت عياط والله سمعت يعني عياط. كان فما تبدل عنف ربي هدي نفوس ربي هدي نفوس. دونك هو راه كي تبدا بيرسوناج بيبليك ما عندكش حتى حل انك تقبل عليك. راه باش نبداو واضحين كي تعبت لك فيديوهاتك يا العباد بيان سور تنجم تتفرج على اي اف ام تي في. هو عنيف شويه الفيديو هكا طفل هارب وكل شيء. انا ما نعرفهمش بالضبط يا رسول الله البوني الاخر اللي شفته ترى قل لا انا عندي موقف الحقيقه ويلزمني معناها شخصيا انا الراب في تونس نحي كعبتين وكعبه اللي قاعدين يخدموا في خدمه مزيانه بالنسبه لي انا نتبع فيهم ونسمعهم ونحبهم على الاخر. الباقي الكل مش باش نبدو باش نوصل للعنف اما باش نبداو كلمات مكتوبه بالعنف. صغار تسمع محلوله معناها فيديوهات تمشي وين تشوف الصغار تلقاه عمره 10 سنين و11 سنين يغني في غنيه كلها كلام ما يتقالش كلها عنف. الكلاش الكلاش اللي نشوفوهم بين لي رابور معناها كلام زاده ما يتقالش برشا عنف عندهم. ما قلتش الكل مانيش باش نحكم على الناس الكل ولكن انا ساعات نبقى باهته كيفاش الصغار هذوما معناها انتوما قاعدين تعملوا في حاجه انتوما قاعدين تخرجوا في برودوي معناها مانيش نشوف في احترام الفئه نتاع معينه اللي هما الصغار اللي هما قاعدين يسمعوا. لازم في كل مرة نسمعوا ونشوفوا برامج قاعدة تجيب في لي رابور هاني تعاركت مع فلان هاو الاخر قال لي كلام على امي هاو الاخر قال لي كلام على بابا. دونك فما برشا عنف يبدا من الغناء للي مش يوصل للشارع معناها حاجة يصير في العالم الكل. كمل يا عبيرة باش نكملوا مع الراب وباش نربط مع كلاب صابرة والمرة هذه مع فيديو كان هبطها نميل بن مسميه اللي هو صديقنا يعني شو هيرا كلاب كيما تعرفوا الناس الكل يعني هو حكى فيها الفيديو على فيديو دارت البنات صغار يعني قصر دي مينور وهما حاضرين في سهريه نتاع رابوريت وكانوا يغنيوا في غنيات فيها كلام زايد فتحكي برشا انه كيفاش بنات وصلنا يعني البنات مصورين رواحهم ومهبطين على البروفيل نتاعهم انهم يغنيوا في الكلام زايد. نبيل كان هبط فيديو حكى فيها على الظهر هذه نتفرجوا نسمعوا اليوم حاجه شوكونت خايبه على الاخر ما نجمش ما نحكيش عليها. بنيات صغار في حفله يغنيوا بالكلام الزايد هاي الكلمه لا حشمه لا جعره ويصوروا في رواحهم كان عجبك معناه. نحب اقول مرسي بوكو للرابرات اللي غنيوا بالكلام الزايد حطمتوا جينيراسيون كامله علمتوهم كان القباحه وقله التربيه حاجه اللي ما يستاهلش. بعد تحكي معاش يقول لك الكلام الزايد نورمال. كي الكلام الزايد نورمال نحب نسالك انا انت تحكي مع السيده الوالده في داركم ومع عائلتك بالكلام الزايد على خاطر نحن مازلنا ما دونك هذايا اللي قالوا نبيل نبيل كلها تفرجت برشا راهي الفيديو وتقريبا يعني شوف خليني نكون واضحه 99% من العباد اللي بارتاجات الفيديو كانت مأيده كلام نبيل واعتبروا يعني اعتبروا انه يعني ما يعني وصلنا المرحله ما عادش نجموا نرجعوا اعتبروا انه راهو قالوا معني فما حتى العباد تشوف تعليق تقول لك راهو فما اغنيه راب فيهاش كلام زايد وتشهرت اكثر من الاغنيات اللي فيها الكلام الزايد. يا ما مش يا رامي في امريكا فما اغنيه مش لدرجه انه كان الكلام الزايد هو اللي حطم جينيراسيون كامله زاد راهو نوليو لهنا اون اكزاجير معناها مش لي جون الكل يسمعوا في الراب باش نبداو واضحين وحتى كان سمعوا راهو تحب ولا تكره يقول لك هو فن وامريكا اللي تحكي عليها راهو امريكا كله بسبان واش نبداو امريكا نعطيك معلومه تلفزتهم بيدها بسبان مش اللي تلفز الكل وحكيت فيه الموضوع الجمعه اللي فاتوا فما كلام يتقص وفما ديزانفيتي في وسط البلاتو ونعرف شو نقول راهو يقول له اما سامحني من فضلك ما عندكش الحق تقول حتى كلمه امريكا احنا ما يتقال حتى كلمه احنا ما يتقال حتى كلمه احنا طرفينا في التلفزيون نقولوا في كلمة زي ولا هو يجي وقفنا ما هوش قاعد يصير في الراب هذيك هي موزيكا راهو تحب ولا تكره العباد تختار ولكن صحيح هو تحب ولا تكره يعلمك كيلكو باير كيما رينا كطفل صغير اللي عامل غنايه نتاع راب احنا جانجويت ودرا شنو ودي جانج وواحد وكل شيء ما يسالش نفهمه ولكن انه نردوا لي رابور هما الوحيدين اللي حطوا جينيراسيون كامله لفما والدين واقفه على صغارها فاش تتفرج في الليل في اليوتيوب ولا فاش قاعده تعمل في الواحد والا مكتب ودرا شنو ولا في الشارع ولده شنو قاعد يعمل زاد ما نجمش انا نجي نقول له يا كلاي بي بي جي نحي كلام الزايد راك حتى مجي مكل جيل كامل باش ينحي هو الكلام الزايد الطفل هذا سي بون باش يطلع طبيب ما لا ما كمان زاد لازمنا نراقبوا شويه البرودوي انت قاعد تعطي في برودوي للشباب زاد هذايا 2021 2021 ما تنجمش تسمع لي جون هذوما والصغيرات سمعوا زياد غرسه وتقول له تعلم التربيه بابا رامي مستحيل مش اما هاو فما دي رابور يخدموا بالكدا هاو جنجون هاو نوردو هاو الاولاد اللي نسمع فيهم ونحبهم ونتبع فيهم وينجموا يغنيوا كلام زايد وهما يحضروا في غنيات للراديو هذاك راهو كان نحاول كلام زايد راهو سي كوميرسيال باش نبداو واضحين
الراديوات باش يتعداو في التلافز سي تو سامبلومون سا. انا را انه اكثر من اللي يلزم رغم اللي معاه نبيل امل درجه انه حطمته جيل كامل على خمسه رابرات نحن عاش عندنا 10 سنين راهو رامي هكرا وبداها هو كلاي بيبي جيبا بيناتو مش كان هو برشا عباد اخرين اما 10 سنين بالحق وليه وكل عام يزيدوا يبقى كما يقولوا كل عام يزيدوا يبقى دونك يتلام كلاي ويتلام نوردو وما يتلامش البول هم اللي مسايبين ولدهم يحكيوا في اللي يجي بلاي 30 سكوند لؤي قول لي هذا كل 30 سكوند بي اولا الحقيقه خلي خاطر انا راني ما نفهمش في الراب دونك ما نجمش نقيم هذاك باهي هذاك خايب فما اذواق فما العباد مادام قابل عليه دونك راه فما برودوي ولي رابور بغض النظر على الكلام اللي يقولوا فيه ولا الميساج راهو فما خدمه فما ايفور وكل واحد وشنو هي ثنيته هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه وانه راهو نربطوا الكلام زيد كان باللي رابور كهو هذا نفاق مجتمع خاطر في الشارع حقيقه علم الاجتماع الكلمه والكلمه راهو اي علم الاجتماع لازم يشوفها ظاهره هذه على خاطر موجوده مثلا فما علماء اجتماع اللي يحكيوا عليه في الشخصيه التونسيه اللي موجوده من الدوله الحفصيه الكلام الزايد في تونس وكل شيء دونك هذا حاجه مجتمعيه العباد الكل تحكي بالكلام الزايد اما تابو في الاسباس بوبليك في الاسباس جينيرال ما نحكيوش فيه في التلفزه في البلاتو في امريكا مثلا موجود في بلاتوات معينه كلام زي كل شيء هذه حاجه ثانيه الحاجه الثالثه والمهمه برشا واللي لازم نستريسيو عليها راهو نحن نعيش في جيل نتاع ميديا وديجيتال وعندك الحق انك تزابي الكنترول بارنتال هو اهم حاجه انه صغيرك تخليه 13 سنه ولا 10 سنين قدام برودوي اللي انت تعرف باش يضر واللي هو في مرحله النمو نتاعو هذه مشكله نتاع لي بارون ماهيش مشكله صغار. الحاجه الرابعه والاخيره وانه فينالمون الشارع التونسي هو هذاك يعني فينالمون فما العائله تربي المدرسه تربي والشارع كيف ما يقولوا يربي ما تصورش انا حتى واحد في البلاتو ذي ما تعداش وما تعلمش حاجه من الشارع ولا الخلطه ولا اللي هو اما ابري تو هل ليزاكتور اللي يدخلوا في مرحله نمو المراهقه هذاك ولا كيفاش يتربى كل واحد والانبوت نتاعو كل واحد المدرسه تعطي حاجه العائله تعطي حاجه اما كي فما كومبوزون يتنحى من المعادله هذه وقتها راب ديفايونس والنجم نقولوا فما خلل اما ان نجيو نلوموا على رابور كل انهم حطموا اجيال كان هما حطموا اجيال راه اونيتمون من غير ما نبدا نفقوا بعضنا راه كلام زايد نسمعوا فيه في الشارع قبل ما نسمعوا في الراب فوالا والناس الكل تقولوا الكلام زايد ويمكن حتى اللي ينتقد عرفت الكلام الزايد بيدو هو يقولوا راهو باش نبداو واضحين المشكله وين اللي نحكيو على التاثير راهو كيما انت تمشي مثلا صانع محتوى نجم انت تعمل صناعة محتوى بكلام زايد فما شكون برشا ما عملش فما برشا ما عملوش سي ريسبونسابيليتي هي تاع هاي الكلمة المشكلة وين ما تنجمش تلومهم وتعطيهم جيل كامل تقول لهم راهو انتم سبب والشارع اش عملنا فيه لا انا ما قلتش هكاك راهو انا قلت نحملهم المسؤولية شوية هاو صغار عليه يتفرجوا هو يعمل فيها لي انا الرامي اللي عمري حتى هو 26 سنة يقول لك بمخي يلا تو نكملوا احنا تو نحكيو فيه السوجين بعد شوية يلا فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش على خاطرك تونسي تحب التونسي وتأمن بالتونسي اللي كيفك وكيفه تونسي إيفان اختارت الفنان والفن التونسي إيفان المساند الرسمي للفنان التونسي تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني انتم تسمعوا في رامي القايلة على إيفان أحلى غاديو يا في محل راديو توا 3:29 دقيقه رجعنا لكم من جديد نشكركم على الاستماع والاختياركم لي في احلى راديو مازلنا معاكم في الاخبار اخبار اللي دور على مواقع التواصل الاجتماعي لكتودو 24 مع صديقتنا عبير يلا عبير قول لي مراف والعرك اللي عملتوه لهنا باش نمشيو رمضان 2022 واللي بداو يحضروا له من توا خاصه سامي الفاري اللي بدا اليوم تصوير مسلسل جديد للحوار التونسي في رمضان 2022 المسلسل هذا قاعد يتحكي عليه برشا يا رامي خاصه قبل ما يبدا وخاصه على الممثلين المشاركين فيه اللي من اهمهم ريم الرياحي اللي كانت هبطت ستاتيو البارح اكدت فيها المشاركه في المسلسل وقالت بعد ما قريت سيناريو مسلسل سامي الفاري جديد وافقت باش نشارك في بطولته وهذا اول تعامل ريم مع سامي الفاري من اهم الممثلين زاده باش نلقاهم فما ياسين بن قمره عزه سليماني فاطمه برتقيس وغيرهم سامي هبط التصويره ونعرفوا سامي كي هبط التصويره على الانستغرام الدور برشا سامي كي قلت كان هبط التصويره كان معاه فيها سوسن الجملي اللي بعد عامين وهي مخرجه لزوج مسلسلات للحوار الفندق اولاد مفيده
الجزء الخامس ترجع كمساعدة مخرج معاه، وهي كان سبق وقالت قالت أنا مخرجة وما نخدم مساعدة مخرج، كان مع سامي الفهري، وهو كيف ما قلت كتب على التصويرة هذه وقال يعني أنه يعني توحش برشا الجو هذية متاع التصوير والإخراج. افكتيف ما سامي الفهري بش ليك هذا ما عنيش فكرة المسلسل التاريخي دراما لا لا دراما دراما مسلسل دراما التاريخي هو في برشا من المعلومة الوحيدة اللي قال كتبه في الحبس وفي 20 حلقة تقريبا ظهر في 20 حلقة خاطر والعشرة الاخرانيين يمكن فوندو يعملوه دونك ما زال تحكي. ولكن عاد سامي الفيري الاخراج به، ولكن سوسن حتى مش معلومة صغيرة في علاقة بسوسن، حتى في مساعدة الاخراج تقعد مخرجة نجمة، معناها شفت حتى عمري ما ريت في تونس يحكي ولا مساعد مخرج الا سوسن الجمني ولا دونك صحيح. ومعروفة راه سامي الفيري ماهوش من النوعية اللي تقف برشا على التورناج، دونك سوسن الجمني تهز برشا حمل على ظهره في علاقة بالمسلسلات، ولكن كتيبة سامي الفهري احبابنا وكرهنا بها برشا والتوانسه يحبوها، يمكن تكون كتيبه خير شويه من جست حاجه اللي انا جبت انتباهي كما العبد الكل شفت الفيلم قاعد يحكيوا عليه برشا المسلسل يحكيوا عليه برشا العدد نتاع الممثلين اللي باش يمثلوا، معناه يظهر لي الممثلين الكل باش يمثلوا، اللي مثلوا قبل في الفوند ولا مثلوا حتى برشا برشا ممثلين باش تمثل في المسلسل برشا برشا مع كل مره قاعدين نشوفوا في اخراج، معناها اسم جديد قاعد يخرج مع سامي نتصور سامي يقعد نستنى وش نعمل خارج، معناه هو عمل لي سامي الفهري تقعد العباد تستنى تحب ولا تكره فوندو عم ناول مش خايب الحلقه الاولى اكستراوردينير، ولكن انا الحلقه الاولى قلت ذي مسلسل بصراحه اما بعد ريترو عرفتك اللي رجعوا الثمانينات. لوي شنو رايك في عاد سامي الفهري؟ شوف اكيد وانه كيف ما قلت انت تونس الكل تستنى في الرجوع نتاعو والتوش نتاعو في المسلسلات وكل شيء. انا الحقيقه من اهم الحاجات اللي خدمها سامي الفهري هي التاج الحاضر، اللي انا شخصيا نحب الراحه جات كيف هكاك، صارت محاوله مع قلب الذيب ظهر لي في حاجه استوريكه ما نشحتش برشا، نتمنى على خاطر مهم برشا راهو رمضان وكيفاش يجبد، شفنا سنه مثلا حرقه كيفاش تعامل مع موضوع اجتماعي بحث بحاجه ايبر يعني مزيانه على الاخر، دونك نتمنى وانه نرجعوا خاصه لفتره تاريخيه معينه ولا نرجعوا نعاودوا نثقفوا مش نمشي في الدراما كهو نعاودوا نثقفوا الشبيبة ذي حاجات تاريخيه في مسلسلات رمضان تنجح على الاخر. وحاجه اخرى المسلسل بدا يتصور بكري رامي سناء، دونك نتصوروا باش تبدا حاجه مخدومه بالكذب اللي الحق تعرف بكري ديما يبدا بكري ما تعرف رزق رزقه ويبدا والامكانيات تبدا موجوده. يلا عيط لي انا في دور البطوله دوري مريحي من الاول كنت انا ماخذ من بعد عيط لي مريحي في بلاصتي قال لي من المسلسلات باش نمشيو للغلاط يا رامي ومازال متواصله الله غالب الغلاط مع صفحات الوزاره، كنت كل مره نحكي لكم على وزاره المره هذه وزاره التجاره وتنميه الصادرات اللي كانت هابطه بلاغ حاول تحديد هوامش الارباح التجاريه المواد التنظيف، وفي وسط البلاغ يعني سميت المواد هذه باش العباد تفهم سميته بالعربي وبالفرنسي وهنا صارت الغلطه واللي دارت برشا الكابتور هذايا وين تكتب لي شامبوان بالغلط اي ترى ورينا الكابتور نشوف ولا اف ام تي في التصويره يعني تحطت لحظه نحضروا نعبيو في دبوس شامبوان لحظه بالغلط. شامبو بس والله دارت برشا شامبيون شامبوان وراه مانيش انا يا رامي يعني انا اللي يعني انا اللي عملت الكابتور الحاجه راه دارت عند العباد الكل واحده واحده يعني مش من بعد خاطر يقولوا انا حكيت عليها نتفكر في علاقه بالموضوع هذايا وقت اللي وزارة التجارة خرجت من بين كراس الشروط انك انت وقت اللي تعمل اي بوتيك والا مغازة ولا حاجة تعرب الاسم التجاري متاعك، معناها تكتب بالفرنسي ولا بالانجلي وتكتبه بالعربي نفكرها وقتها صارت برشا الحقيقة حاجة تضحك وتكتبه نفسه كما صارت في الاسبوع هذيك بور لافورم اسم الواحد قالوا بور لافورم فوالا دونك وقتها صارت برشا حاجات وضحكنا برشا على اسامي واحد هي ما فهمتش علاش كرم كتبوه بالعربي شامبوان واضحة العباد تقراها من غير كتبوها بالعربي راهو ومن بعد يعني عاودوا كتبوا بالفرنسي شوف ساعات واحد كي يجتهد اكثر من لازم وهو ذاك هذا اللي يمنع بالحق حكيت لانه الاسم يترجم حرفيا مش حرفيا معناه يترد بالعربي تبدل الحروف بالضبط تو بار اكزومبل كيما راه معش في النصر جودينا بورتوكوا القاوي القدم اللي قبل الثوره كل شيء في عاد بن علي كل ما كيك اسميه وما نعرفش انا لا كارينا فهمت كل ما كيك برا حاول اقراها واقرا ليه انت هو يعملوها عليه باش يخليه نفس النطق في علاقه بالليبيين اي فوالا بالاشقاء العرب معناها
الفرقه العرب وتحديدا الليبيين اليوم موجودين برشا في البلايص هذوما دونك يعملوا لهم هكاك. قول لي لوي والله سيهاش والله علاش ما كتبوش شامبو 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 تعدى لا فهمني لا الشامبيون شامبوين ولا الشامبينيون لا تفهم حتى شيء ركزوا شباب صحيت فيكم مش سهله راهو مش سهله ديجيتال راهو جمله انا عايش فيه انا تو ديجيتال وملك الديجيتال كريسوميك مش سهل يا عبير انا راح احكي لك نعرف 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 عبير قل لي ربي معاك من الغلطه هذه شوفوا معايا تصويره هبطتها سفارت السويد في تونس ابي هبطت تصويره يعني المرأة قاعدة تستنى في التران كاتبة فيها مواطنة سويدية تنتظر وصول القطار لأجل العودة إلى منزلها بعد انتهاء العمل وقد اشترت ساندويتش هامبرجر لتتناوله كوجبة عشاء. الاسم إيفا المهنة وزير عمل ثم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية الدولة السويد بربي قبل ما تعلقوا راولي في داموش هامبرجر ولا شنو ذي ما نعرفش اما بلا ماني موش همبرجر يعني ما غلطوناش انت جيتك في المعلومه ذي وجديد ما مش نحكيوا على اغلاطنا احنا اغلاطهم هما نسيبوهم رامي موش همبرجر ما يطلع تقول كعبه ملاوي ماهيش همبرجر اكسير لا مش للدرجه كعبه ملاوي ماني اما صابر فشعت ايه بيد فشعت من روحها شرب تكلم مريوله اللي بالالوان كعبه ملاوي والله كعبه ملاوي مستوى معناها خلينا نمشيو نحكيوا الاشياء في عمقها وزير مروحه هكاك تفضل صابر انا قابلت مهدي جمعه هو رئيس حكومه في البياج نتاع حمامات الماكينة ما حبتش تخدم الولد وبشي خذك الدبدوب صغرون فهمت ليه ما هو شريها الكل ليه اما ليه انا وقت خطر ويقفة وراها انا باش نشري دونك عملت كيخ زرت ليه بالحق راه خطر وقت نزلت حاجة اي وفيت اما حبيت نفسر لك لحظة لحظة بعلاقة بالموضوع صدق الحكاية فما شوف شموك الكوب لحظة صابرة خلنا نفهموا بعض هي فما وزيرة فما وزيرة راحت في الترينو انت حكيت لنا اللي مهدي جمعه ولده يحب ياخذ واحده انا حبيت نقول لكم والله المستمعين فهموني وانتم ما فهمتونيش والله فهمتوا معناها مهدي جمعه كيفهم ولا عكسهم مهدي حبيت نقول لك اللي بعد الثوره نحن قبل الثوره شكون كنت تشوف انت حمد القروي يدور في المارشي سنترال ديما يجي معايا نمشيو للسوبريت وكذا ونشريو شامبوين قبل كي كنت نشوف ممثل انا وكنت في لافايت قبل نشوف اكثر واحد مغدد السيلي الراقي وينسكن وحده والله غالب علي وعليك انا بنت الشعب حتى بنت الشعب والله خرجتها راهو السؤال معناه من التصويره اللي حطيتها انا يعني شنو قصدت يعني السفاره نتاع السويد في تونس يعني هي اللي هبطتها احنا خير منكم لا يعني هذا شنو معناها نجمش كل مره تخمم هكا مستحيل مال يعني الادمين نتاع الباج يخمم هكا مراد الروج يخمم هكا خاطر هي راهي التصويره تبارتاجيت قبل ما هي ما تبارتاجيتش في الباج نتاع سفاره السويد في تونس بارتاجيوها ناس اخرين تصور كي مشيت ظهر لي عندت البوز قالوا خلينا ندوروا ياخذوا الحاجه في عمقها ياخذوا الحاجه في عمقها ما احلاها على خاطر ملول بالرسمه كي تشوفها راه تحس مواطن عادي بسيط انا في بالي يحكيوا على الدريس كود نتاع اداره ولا حاجه كيف هكا خليك وزيره العمل والمفوضيه الاوروبيه يا معلم معناها شد فهمت علاش نحب نعاود نحكي على مهدي جمعه انا فهمت انت عجبتني اللي عندك حكايه تحب تحكيها صحيح وجو كونفيرو اللي انت ديما عندك هكا تحب تربط باكزومبل ليك المره ذي اللي خرجت به لا خايب مهدي ليه بالحق انا خاطر انا ما يهمنيش اوكي التدوينه والكل اما حبيت نقول لك اللي نحن مثلا عبد وزير والا يخدم في منصب عالي في الدوله ما نشوفوهوش يا رامي صحيح انا اول مره وقتها بعد الثوره شفت انا دخلناك عامله ولا تلف زورينيك الوزراء الكل عاد وقابلت عبيد معروف بالعكس شفت انت ديجا ضيوف الكل يسلم عليا انا من الباب من برا ليش ما شفت فما ديزانفيتي يبكيو كي يشوفوا صابر نعرفهم في الدنيا قليل في بالي عماد زرقاء وعبسه ترعمام وديزانفيتي هما ديما يسلموا عليا برهان ساعات ما يسلمش ياس والله غلط قول لي يا اخي كملوا الاخبار هذا يلا معنا بعد تليفون معي انا جوست حبيت نقول اللي هو اليوم عيد ميلاد والده صديقنا وسام بن حسين اللي هو صديقنا من قسم الرياضه السيده منى حبيت نقول لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير ونتمنى لها الخير والصحه دائما ان شاء الله ربي يفضل لها وسام وان شاء الله كل عام وهي حيه بخير وتفرح